كسكس. داني بجودي تعبت وفتيت وتخنق يا سخت، راني جاي على مصلحتك. انت شنو شفت من الدنيا؟ السبيطار تصرف، مشينا عمليه وسريه، ما حبيتش نمشي. خليش تغش عليها، يحكي معاها انت، احكي معاها، احكي. فازي سير. انت عاد نمشي نحبس فيك. خاطر بالحق بعد ما تشد هدر خويا كنت روحي وحدي على الاخر. ما هو سيدي خي من الكوره تقول لهنا وجايب حدايا تاكل. عليك يا مانيش مخلي من جهدي، واقفه كلها بجهدي واكثر من جهدي. تتوحي تريقلش؟ لا بس لو قد فيها تونس سألتو خملتو بابا يقول لي تخلمي ياسر وانتي درشنو وسيديه وخليه ودرشنية. نحي يدك من كرر، نحي يدك من البيت، نحي يدك من البيت. واقف ودي جهوني، نحكي معك. قالوا جهوني قوم برا دبر خدمة يا روح بخيرك، أفلعلك وصلعك بخير من النهار كامل راجل، الليل رديت هنا نهار والنهار رديت هنا ليل، وين ماشي بالحياة دي إلى متى؟ برا دبر خدمة يا روح. قصد يا أمي عاد تو عليك احكي معاك، إيش هناك؟ إيش هناك؟ إيش بيك؟ ما فيش تسمع في الكلام، سامعني ما فيش تسمع في الكلام، وما تحبش تنضبط وما تحبش تحمل مسؤوليه. هاي بربشع بربشع بارح اما خير من الضعفر ولا ما نضعفرش؟ لا تضعفر وتقوم وتكمل يا اخي. سبا كاو قص هادي سبا كاو. ها؟ كاو هادي شنو ايش صور انا بطان انا بيا سبا كاو. حاب نتوجه بالكلمة هذه الصغيرة لشباب تونس، باش نقول لهم اللي اليوم تونس معناها في أكثر وقت في حاجة لهم، في أكثر وقت في حاجة لجهدهم باش يساهموا في بنائها، أكثر وقت في حاجة لجهدهم في تطوير إبداعهم، في تطوير نشاطهم، باش يعطيوا أحسن صورة على بلادهم. قوم شوف حل لحياتك، ماكش صغير راه. تو انت توصل في السؤال هذا، انت قريب ولدك ساعه. مرتاح ليش؟ يغزلني. فرش انت. اللي تسهر في النهار ترقد، يمشي يخدم على روحك ولا يمشي يعاون بوك ولا يمشي. كنا فيك. يضرب ولا يضرب؟ ما لا تسمع فيه شيء. لا لا ما يقفش يا ودي ما دم. فش قاعدنا القاعد في رأسنا.
بيرم 21 سنة راسه صحيح ما يعمل كان لي في راسه. خرج من القراية بطال من غير خدمة حرق ورجع ما يفكر كان في النوم والسهريات والماكلة. ما يحبش الحسرة وما يقبلش كلمتين اخوات. أكثر من هكا ما يحكيش مع أبوه ولا مع أمه سكوتي وما يعرفوا عليه شيء. يرقد الساعتين ويسر المدي ساعة متعلي بيرم على بالوش جو في تعريك الكلاب. عنده كلب مربيه ويدرب فيه باش يعاركوا مع كلاب الحومة. التواصل بين بيرم وأمه وبوه معدوم. البو ما يحكي معاه، الأم قايلته وتسايس فيه وهو زايد على قدم. الدخان والمصروف والنوم والسهرة للصباح مع أولاد الحومة. في الحومة هذه في الملاسين وين يسكن بيرم باش يتنقل عصام. وين هو بيرم تاو؟ نشوف رجع عليها؟ هاي. أما بيرم بطبيعته الصعيبة والمستهترة ماهوش باش يقبل وجود عصام ولا حتى يستقبل. شو خلينا نحكي معايا، خلينا نحكي معايا أنا. المشكلة مش كان في بيرم، طريقة أمه في التعامل معاه ولا طريقة أبوه زادا غالطة. ويلزمهم يفهموا اللي رمي الحمل على الآخرين ولا المحاذية والمسايسة ما هيش هي الحل. ديما خوان متواليين به عندنا مشاكل وعلى تتصل فيه في السؤال هذي، انت قريب لولدك ساعة. البو يرافي حديثه مع ولده تطيح قدر. كلمته هو معناها قدري معناها مش لازم تطيح قدري من ولدي مع بعضنا. والأم تسايس في ولدها وتتبع فيه وبيرم ضايع مش لاقي طريق. أنا ثم أم تحب تحرق ولدها هي؟ شو كل يوم كل يوم ما فيكش بيه سبحان الله كان فقت بيه فقت ما فقش هاي شد بلاستيك كل يوم نفس الموضوع. اي كل يوم نفس الموضوع ما انا شو نعمل شد بلاستيك وريد وين مشيت هاي روى شنين هاي روى كل السهريات كل يوم هي طفلة انا والله عصب نجم على راك ما اخدمش على روح حبك انت مرة جاية فهمني تقعد مع ولدك تحكي معاه وتقنعه اللي هو لازم يتحمل المسؤولية ويجيبه معك المرش ويدي يخدم معك حتى مرتين ثلاث مرات في الجامعة فهمني خير ما يبقى راقد للتو اي بتبيع من حاجة معروفة لي هكا وين ماشي اجي هنا وين ماشي ايش ارجع 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 هنا بلاستيك ايش ايوه باي ارجع 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 الام تحاول من جهتها والبو من جهته اما كل واحد بطريقته وهذا اللي يخليهم ما همش منجمين يفهموا. ماذا بيه تقول لي منين كملت له فلوس الحرق؟ هاي توا الدور بعضكم هاي سيدي منين جات فلوس الحرق كيفاش كملت له فلوس الحرق؟ سلفتهم له ما تشكور سلفتهم له شوي مع عند اخواتي وزيو انا ثم أم تحب تحرق ولدها هي لقيته ماشي في الثنية ذيك ما هوش رجع لي جاي. إيه معناه أنت مخممتش ولدك يرجع في لي دار الناس. سامحني. حبش يروح معاه. مخممتش ولدك يرجع في صندوق أنت تعرفش معناه حرق إيطاليا. سامحني حتى كان غلطتني شيء. أنت غلطة هوني أكبر غلطة. زام الحب والحنان تاع الأم توصل ولدها للمرحلة هذي. سامحني كان حتى ما عطتني شيء باش نولي أنا نتلز باش نعمل حاجه ما تعملش باش نمشي نفك باش نمشي نسرق باش نمشي نعمل باش نعمل وباش نمشي انا كنت نحاسب فيه انا كنت نحاسب فيه في راسي باش نحطه انا كنت نحاسب فيه على الحرق قلت له كي تحرق ما تخممش في بوك وامك اما طلعت الام اللي هي تهز في ولدها الحرق انا براسي انا لقيت بيت ما لقيت ما نعملش باش نحاسب هي امي خطيه كلم فيك جاي ايش انا ايش انا اقعد اقعد ترس اقعد كان صاحبك خوك انا اقعد خوك اكبر منك يكلم فيك لا يمشي يمشي اقعد برد انا اقعد 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 صاحبي اوكي هيا الماكس تو نحب الماكسيموم هيا ذي الباع هيا صحيت صحيت هيا 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 خرجي عندك الكل سيدنا يا عصام كي عادو وازي وريني كيف نمشي ايش هو ايش هو حبك قلي
برا لهم الساعة ويجي نبعته ونحكيه واحنا نولوا اخوات ولا اصحاب ولا ولد عم ولا اللي هو. يا ودي ماشي البوك توا ما ماكش خاسر حتى شيء. واقف لا لا ما يقفش يا ودي ما اسمعني واقف نحيدك من الكرب نحيدك من الباب نحيدك من الباب واقف واقف يا ودي جهوني نحكي معك قالوا يجهوني سايب برا يا هاي جاي نحكي معك ايش هنا ايش هنا ايش هنا ايش هنا ايش بيك ايش بيك متخسر كمل مهمته. عصام ودع العائلة على أساس انتهت مهمته مع بيرم وباش تبدأ مهمة أخرى مع شاب ولا شابة أخرى. خاف عليه يطلع بيه المركز ما تفهمنيش أكاية ليه ما تفهمنيش أكاية ليه لا ما سيارة اني ميجي مسلم فيها هذا الكركوز وحدك ما نمشيش معاك تحكي عليك بخشير شفا هذيك خدمتك نجيب في الفلوس شنية حتى كل ما نحن معك تقولي حتى تستم حتى تخرج من بطال انا ما نخدمش اذا كان معنا عندي الاسبكتاكل هنا في كل سيجة معايا ما يسمعش الكلام مدللو راس صحيح مضيع مستقبله ماهر 24 سنة شاب في تنبك الأزمة خذ الباك وفي عود ما يكمل خرج من القراية ودمر مستقبله خاطر ما مشاش الشعبة اللي حب عليها تنشيط الأطفال في قرطاج درمش في هالدار هذه جو موتر وتقنقين صباح وليل بين الأم والبو وولدهم اتصال معدوم وتواصل مقطوع كل يوم نفس الحكاية نفس المزدوج ماهر يحب يكون منشط أطفال وأم وخالتي جنات وبوه سي محمد بالنسبة ليهم ولدهم كراكوس مسيطر عليهم وفرض عليهم كلمته واختياره وهما ما همش منجمينه الأم والبو طلبوا عصام دخول عصام في الحكاية أبعد من أنه يقبلها ماهر والأول مرة عصام باش يتعامل مع شاب ذكي برشا ومغرور برشا ومش سهل إقناعه اللي هو في أزمة ماهر حسب روحه هو الكل ولا قبله لا بعده وبوه حسبه فاشل ومسخرة وأمه من جهتها تبخس فيه ليل ونهار تحبه يخدم كالناس ويرقد ويقوم كما الناس لماهر اقتنع بكلامهم ولا هما قبلوا خدمته كمنشط أطفال وكلون فارض عليهم الحكاية وألزمهم بها وهما ما عندهم ما يعملوا يرقد مخر ويقوم مخر القهوة مع الأصحاب والدخان كان فما عرض للصغار يحضر روحه ويمشي للنادي وكان ما فماش بين القاعدة في الحومة والقهوة ماهر هذاك الريتم متاعه كل يوم يمشي دور مثلا هاوي دور ما هو ما بردوش انا جينا قهرقت ما عندي ما نعمله هاو ما نحبش ريقد وكا هاو ما ساعدنيش أو حتى المهرجين يمشي لهم المهرجين مرة في الشهر وشاتوه مرة في الشهر يلبس لي روب ويمشي يلعب مع ذري ايوا تضحك عليه الخشيشة لأن بيدا مش عجبت كثر عليه دقنقين أم وبوه ما مش قابلين الحكاية وبالنسبة ليهم ولدهم كان طالب يقرأ ولا كراكوز وكلون ومسخرة يضحك عليه في الغشاشة وأي موضوع يتجبد بيناتهم حتى شنو الفطور تدور له أمه الحكاية على الخدمة والبطالة شو هذاك الفطور قدام وإن كلا المقرونة مش تاكل بيك شوي فسر لي تيتا تيتا إنك المقرونة مش بيك برجوازي ما تاكلش المقرونة مالك ليش هسلا ما تاكلش الرشتة ما تاكلش المحمصه ما تاكلش ما ناكلهمش لا رشته لا محمصه لا ذي ما ناكلهمش مسيسك طيب حاجه ما ناكلهاش تعمل لي حاجه على جنب انا واحد حتى تخدم شنو هي حتى كل ما نحكي معاك تقولي حتى تخدم حتى تخدم حتى تولي تخرج بطل انا ما نخدمش
هذا موجود ماهوش موجود هاي سلط فكروه انا باش ناكل سلط هاي رزم ها او جي الكوتش نتاعنا مش لا ما تخليه وين هبيتو فاتو صحيح وين وين باش خليه هو تاعنا مير مير قوم قوم تاو ريقد ودي ماني شمك قوم قوم السلام عليكم السلام شنحوين لاباس خوك خوك انا تينا خوك معلم شوية تاو ريقد ما ثلاثة تاو ريقد دير ما ثلاثة تاو ريقد شنعمل تينا شوف شنعمل سامي هكا تفرح ضيوفك مستفرح هكا ضيوف تدخل هكا نزلت راقد هذه حتى مش وقت نوم خلي نقعد بعدين نقعدوا قاعد طيب حوالك لبس عليك شبيكم ما قلتوا لي جاي لازم نقول لك ايه لازم هكا ما تخلينا نتقني راقد شنو الحاله شعر كتك وراقد هاي ترى كيفاش طايح ترى نمشي نمشي شوف هذه ريت هذه صبا لا صبا لا لا صبا جاي فلم علي ترى قول لي كيفاش تمنع ترى فما السياقين في المنصف باين البيح ديما انت لولاني في الانيماسيون لولاني في كل شيء حتى في العرك تحب لولاني زادة وجاي تقوى روحك ماينا ها؟ ماينا ها؟ قل صبا ركب ديما الحاسبة لا تعرف الثقة الزايدة توصل الغرور ولا ايه ها؟ برشا غرور خايف الغرور في بالي حس روحك مغرور شوية ولا لا كيفاش؟ برشا برشا مغرورة ماكش مغرور برشا برشا مغرورة برشا 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 مغيانا مغرور برشا صاحي شنو صبيح وبيه وشنو باش تعمل باش تنحي الغرور هذا؟ التواضع بيه اقربوا لي شوية توا كي جبتكم هون لازمكم تفهموا رواحكم لازمكم تفهموا بعضكم ها؟ علاش؟ بتحس تعجيل هكاك يا فضاء حتى فضاء كنتوا تحكيوا زوج مع بعضكم حتى حد ما يفهم ليه معناها انتم فضاء كي تجيش حاشاكم معناها فهمني معناها تحكيوا تحكيوا تجيش وانت تحكي من شيره والبو يحكي من شيره شنو نتكلموا مع بعضنا تتكلموا مع بعضكم زوج هو ما يفهم شيء يقول يفد ويتسكر في مخه ويزرح ويمشي صحيح 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 ها على ذيك انا جبتكم هوني والله قلنا مش نخادم ويخرج بابو يخرج ها وخلي بابو يخرج صحيح شنو هي طاف لا لا يا سليم بصراحه انا بحق راه تفضل انت يطلع عسلام سلام جيب كرسي يوم عاود ادخل عاود ادخل اقعد امان اقعد 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 نورمال ما تمثلش قعدت نورمال لا لا تمثل قعد عاود اخرج اقعد نورمال ما تمثلش ما حاشيش فيك ممثل خل تعرف بيك بس ما نعرفتكش على الاقل نبرد شويه يعني تفضل مير سلام مير عاود اخرج وعاود ادخل من غير ما تمثل تفضل رجلي يا ودي لها كيف مجرد عاطف اسمع عاود اخرج هذاك موجود كان هذاك كان موجوده هيا اسمع مير مير عاود اسمع مير اسمي ماهر نجم عاش قطعت يا ابو قلب سيه ما عاش نجمه قفة قطعته مسكين ماهر مسكين قداش يعاني كان القفة قطعت من نفسيته شنو صاير فيها ها تضحك هكا قل على ولدي فاشله
يسي القفة تقطع سي ما عندك خاطر حرت معاه. إذا أنت قلت وياك فاشل سي معنا رجل سي ما عادش نجم نكمل حياته سي شوف نوقف ما عملش حتى خطوة. قطع هذاك المورال ونفسيت ماهش قاعد يحس. أيوه هذا هو ماهر جبنا ولا كيما تفهمنا. أي خلينا نشوفوه عاد من قلت أنت باش نجربوها اليوم عاد منه لل منه للأولاد. تاع صغار مش أنا باش نطحكم باش نطحكم ماهر ونصفق عليه تصفيقة باهية ماهر. يلا ماهر هاي السلام عليكم On va gagner, tu es toujours assis. Tu sais pas danser de l'Europe, tu es tout le monde. C'est là, c'est pour toi. Comme santé, comme santé, doucement, lève-toi doucement. Position, action, position, action. C'est pas ça, c'est pas ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. مظلومة يا دنيا ردوا غفيك العيب الكذب ياسر والغدر ياسر الكذب ياسر والغدر ياسر يا دنيا سي عجيب نحن اللي تغيرنا فعالي مرة منها الصغار تشيب فادت من تيقر على حمزة 22 سنة فشل في القراية وفشل في الخدمة بطال يسهر يشرب ويقمر مشاكلي وما عبر كم بالضرب والعرك مع روحه ولا مع أولاد الحومة يهبط راسه وما يقولش كلمة قدام بوه أما وراه يعمل كل اللي حب عليه وكأنه ما سمع شيء كلامك يا هذا جرب القراية وجرب الخدمة وجرت في يده الفلوس ولا يتبع في خوه الكبير السهرية للصباح النوم للقايلة والخلطة الخايبة ريتب مش عادي وحياة مش كيما الناس هاي ما زلت راجل قوم اخدم على روحك قوم باهي قوم الام تعبت وايست والبو يراجع في روحه باش يهبل يحب يعرف شنو السبب شنية الحكايه علاش حمزه هكا زعما من كثره الدلال زعما ما يعرفش كيفاش يتعامل معاه الام والبو راو اللي هما وفروا له كل شيء وما قصروش وقفت عندهم الزنقه بالهرب ما عادش منجمين وما عادش فاهمينه حمزه متشمت في روحه ومتشمت فيهم من خليني هكاني بطال في الظهر التواصل موجود البو ينصح ويفهم وحمزه يسمع ويفهم اما الحقيقه اللي الزوز مش فاهمين بعضهم جمله حمزه رافض يكون بوه مثال ويتبعه وسي يوسف رافض انه حمزه يتبع اخوه ويعدي حياته فساد شفت العيشه وقت مزج باش تشوف شفت ما شفت شيء يعني شفت جبتني ديريكت لهنا ديما بنك ديما بنك وفي هذا المقر نتاعنا نوضوا لهنا قرب تاع الشيخ هذا نوش تجي الفلوس دبروا الفلوس كيك 10 10 5000 5000 نوضوا نشربوا باللي كتب حسيروا باش نوضوا باش نشيخ وعندك برشا حكاية يعني جيت مذاين عندي ملي بطلت 4 سنين تاع هكا خلى هنا راه باش يزبرت باش يسكر باش يعمل باش يعمل كل شيء هي لا يغيروا الله بقوم حتى غير ما بينفسي معنا تنجم انت تبدل روحك انت ذي اثنية على خماج فهمت وهذه اثنية البيع يلزمك تمشي لهنية مو يلزمك تدي اثنية اخرى ما عندك حتى اثنية هذه خماج وهذه خماج انت بنك في الدارة كيف فهمت وجدك شيخة حتى نهار الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس اربع سنين معناها كل يوم بربي حمزة يحبوك على الاخر ولاد الكل فهمتي فلوسهم معناها مطيشة ويحبوا يصرف عليك وانت برجولية همتك ورجوليتك تقبل يخلصوا عليك الاولاد كي جيت الاجر ما نقعدش اربع سنين بطال هاي يس اللي صار به اللي صار به قوم قوم برا دبر خدمه لروحك خيرك افلح لك واصلح لك خير من نهار كامل راقد الليل رديت هنا نهار والنهار رديت هنا ليل وين ماشي بالحكايه دي الى متى الى متى يا ودي شنو كل يوم برا دبر خدمه لروحك هيا ودي هيا ما انا نكلم فيك راه ما عادش ساعدني الوضع هذا ما عادش يلزمني بكل راه ما يخدمش راه ما يلزمنيش فهمت ما عادش يلزمني ما عادش حتي بيه اللي بالشغل هذاك ما عادش حتي بيه وين يا فتاي هاك تشوف هاك تشوف الحالة معنا معيناش ما لقناش راي روسنا تفخت فدينا لو معاش النجم انا معاش النجم معاش هذا معنا ينشجر من وين خوه توه شوف مانيش باش نستوعبك مانيش باش نحكي معاك حتى احكي
انا ما انا ما نقعدش نحكي معك كذا، استنيتك على خاطر ماهر ساي ماهر زير حمار ليك. لا 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 انا جاي تو نوصل ونجي. لا 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 خلنا نوصل نخرج ونجي. هاني جاي رغم اللي محرز عمل مجهود باش يحضر هاللقاء، البدايه ما كانتش سهله، وحمزه استفزوا جايا عصام يتغشش ويرفض الحكايه، وكالعاده يتدخل محرز. ها سلاح لحياتي تو؟ ها سلاح لحياتي تو؟ خي نورمال جايبو بشوي. لحظه بشوي يفهم تشبيرس كيس الكيس مش حل حياتي مشكلتي بشوي تشبيرس كيس نعمل بيه. افهم افهم يسالش. اسمع تعلم مره اسمع في حياتي. انت ما عندي ما اسمع مره تعلم اسمع في حياتك. شنو المشكل انت شخاص؟ عندي ما نسمع منه تعلم مره اسمع شنو باش يعمل؟ كنت سمعت لابوك لامك لحتى واحد اسمع ايش عنده باش يعمل؟ بشوي في يا يا قوم عاد امشي. هاي قوم 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 تقوم ولا اي قوم 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 اي هاكا راقد بحوايجك. اي قوم عاد دي وقتي شو لي سيد قوم خشير سيد راقد بالرصد. اي قوم اي اي برمشي خص اغسل وجهك. اي قداه ديريكت؟ اي 850 900 بارك خويا وين بسمع عنديش باق بسمع باش نمشي على روحي. انا تو وين مال نقعد وحدي هذا على خاطرك تو شيخت عليك. شوف فيك تقعد تخدم وعامل جو حتى ولاد خمتك شيخين عليك. خليني نمشي على روحي انا تو باش تحمل مسؤوليتك وحدك. اي نقعد وحدي وبعد نرجع لك. جيني نزل بار على روحك. واضح بار على روحك. اني نخدم عامل عليك بار على نخدم. خدموني يا خد بايش شفت سافا انتوما معايا لاباس. دي طالع عندي ما نام لاباس تصور فيا لاباس يسعي قسم هاتوا نرجع وقعدوا فيها. هاي هاني راجع. ورقة كبيرة لافتة يعلقها حمزة على صدره ويدور بها في الشارع. الحكاية عادية أما كي يبدأ مكتوب عليها أنا إنسان بطال نشرب نقمر متعب أمي وبابا معايا وما يهمنيش زعما يعملها حمزة. سافا كدي سايب ما تحد تلبسني حتى شيء. سافا مش مستعرف انت انا خليت بخاطرك. سافا ليه مانيش متنسنيش تحكي معك؟ ليه يا ولد؟ ها مش مستعرف بيهم هذوما؟ هذي شنو هي لبسي انا بطال نتاع امي معناها نورمال هذي؟ سافا يا انت مش مستعرف روحك هكا يا اخي. سافا هكا وقص هذي سافا هكا هكا هذي شنو تصور انا بطال انا بيا سافا هكا عليه ماكش بطال ماك بطال هي شنو هي حتى واحده بطال مستعرف بيهم تعمل فيهم ولا مانيش مستعرف حتى شيء. هيك هو هذاك تعرف بيهم ولا تصور يا معلم بص يا شنو باش نروح لدار تدخلوا معايا سكر الباب. وسع بال يعني موسع بال تفضل انا الباب انت نورمال انا انسان بطال نشرب القمر بتاع امي وبابا معايا معايا وما يهمنيش النورمال صحاح مش صحاح شنو كيف كيف معناها فضحتني معناها تحب تفضحني الاكثر الاقل. إيه انت حاشم العبيد على انت يا غلط مش هذيك تعمل فيك قطعها معناها نورمال حتى انت سيبني بيسيبني معك ساعه احكي معك بيسيبني تو روحك ولا يمشي فيك هكا هي تفيقتها هذيك الحقيقه نتاعك. إيه تفضحني معناها اي تحاشم فيه مع الراجل امشي بين عليك انت تفهم كان بالمسك اعطونا بالش نفرك ها تفهم انت تفضل وري انا باش نعلم هي علم انت باش تقلقني يا سراي ورينا كيف هي حاجه نظيفه تفضل نظيفه هاك رجعت بيديك حاجه نظيفه كاملتها بيدي.
خالد 16 سنة بطل القراية من الويتيام، جرب برشا خدم وبعد دخل مركز التكوين يتعلم في الطبخ. عايش أزمة نفسية كبيرة، محبط وعايش أزمة تفكك أسري. أمه وأخواته الأربعة عندهم الجنسية الفرنسية ويعيشوا في فرنسا، وهو وأبوه ما عندهمش الجنسية الفرنسية ويعيشوا في تونس. محروم من أمه وأخواته، أمه يشوفها كان بعد مدة وعلاقته بها بالتليفون. نطلبها وما تهز، مرة تهز مرة ليه، مرة تهز مرة ليه، بقوا فيها مرة منطقة ما عاشتها بتهز جملة. في وسط أخواته خالد كل غريب. هم يعملوا في أنا عملتيني مش نخوهم، كانوا يتبرن. عايش حلم الخروج لفرنسا ورافض يعيش الواقع متاعه، يحب يخرج بأي طريقة حتى لو يحرق. وصل لعمر معين للحالة هذه فهمني، وليت نخاف منه، وقال لي يحكي لي على الحرقة وعلى الخروج وفلان خرج وفلان مشى وفلان. أنا حبيت نحرق نقعد في فرنسا وبعد نمشي لألمانيا بعد ولاد عمتي نقعد نخدم معه. ورغم اللي سوسيابل ومدخل روحه مع ولاد الحومة، التواصل معدوم بين خالد واخواته وعائلته. ما فماش صدام، أما جابد روحه غير من اخواته وغايذته روحه. مش فاهم علاش اخواته عندهم الجنسية الفرنسية وأمه تهزهم معاهم لفرنسا وهو لا. أمه فهمته اللي عاملة المستحيل باش تخرجوا، أما المشكلة في الإجراءات. خالد ما تحبوش يسمع بالحكاية، أما خالد حطته عثرة في رقبة بوه باش بوه ما يتصرفش، لا مثلا كما نقولوا نحن تولي مثلا وحده يجيه نساء ولا يعمل هكا ولا يعمل هكا، وقديما خالد معاه موجود معاه خالد. هذه مش تعيش في تونس، ولادك فاميلتك تلم روحك، ما قلناش لا هاني قاعدة نجري. خالد مرة يصدق ومرة يكذب، خاصة كي يشوف واحد من أولاد الحومة خرج لبرا. بس شوف أمال معناتها كيفاش طلع ساعات لولدها وكيفاش طلعته ويقرأ غاديك في إيطاليا، وانتي ولدك ما تسعلوش باش يطلع الغادي. في الظاهر التواصل موجود بين خالد وأمه وأبوه والكل ماذا بيهم خالد يخرج، أما في الحقيقة خالد عايش وهم كبير. رفض حياته في تونس، دمر مستقبله وربطه بالخروج لبرا. نطلع وكا باش نقعد في تونس. دونك تقوم الصباح تبدا ماشي تقرا، شكون يحضر لك فطور؟ ساعات نلقى حضر ساعات حضر واحد، ولا نشري من البر كل مره كيف تخرج قبل بوك باش تقرا ولا بوك يخرج قبل؟ لا هو يخرج قبل. والمعامله ذي شكون يغسلك يتمصق؟ ما عادش البر، مره انا مره بابا كل مره كيف انت تغسل معاه ساعات انت ولا لا؟ نغسل سايق الدار وكل شيء. مش بيكون نظم فطور من البر؟ دخلت عليهم وعدت العصفور هو عنده لمين مش تبعني عصفور إيه كيف بابوك كيف بابوك برا معناه ما تخليلوش تصبلوش الماء تخليه جوع معناه ما ننسيها ماكش مسؤول انت نعم كيف ساعات نبدا مسؤول ساعات غيب وما شيء تنغز مش بالحاجة البر فما حد شيء تيجي في الجدير تنسي حاجة البر نهاية تنخرج منك الحاجة البر قلت لك انا هو
معناها تجي كود تاتك يمشي يحرق يتبع زوز ثلاثة من الناس ويحرق والله وعلى ما سافور فهمت ياكلوا البحر لطف بعيد الشر عليه ولا اللي هو معناها بتكون انت بربي شنو الرياكسيون تاعك وقت نسأل فيه كان هذا كلام تحكي فيه انت كأم تحب ولدك يحرق معناها يبلغ بحر مطيشة واحد انت حبل في البحر انت لكن انت تو كنت نسمع فيك تحكي مع مارس تقول تحب يحرق يحرق خلي بيس تو انت ام سامحني ثم ام تقول على ولدها اهي يحرق يحرق لا سامحني فيك غالطه انت انت غالطه وانت سبب اللي وصل فيه ولدك انت هو اللي زي فيه سبب داكوردو متلعبش فيها دور الضحية لا ما تلعبش فيها عايش سامحني دور الضحية انت سبب اللي تعمل فيه وتشجع في ولدك على الحرقة حلق ايه مازلت شاد صحيح في الحرقة مازلت شاد فيها صحيح معناها ما يهمكش في الموت معناها منيش فيها ونجم نقتلك انا تو يراك حتى حد هكاك راه في البحر يقتلوك غاديك ويغرقوك باش يمنعوا 20 واحد فهمني ولا يقتلوا 100 واحد يا صحيح مش صحيح صحيح يمال هيك انت تعرف هذاك علاش صحيح في حكايه الحرق اقف على ساقيك في بلادك هوني وكون روحك لهنا واعمل فورماسيون واقف على ساقيك مازال صغير عمرك 16 سنه فهمني ولا وبعد براخك تخرج مازال شيء صحيح مازال اوف اسمعني تحب تعرق انت انت تحب تعرق هاي برمشي احرق برمشي احرق برا غار احرق برا امشي غادي برا احرق تي برا امشي غادي ناحي ديك اقعد غادي احرق تحب تحرق انت هاي احرق ناحي ديك برا هاي وريني خويا ناحي ديك بغادي انا ناحي هاي ناحي ديك وريني سيدي هاي انا قاعد معك نهار كامل خلينا نشوفك تنجم تنجم تريزيستي ولا حرقه سهله هاي فهمني يا مع عباد ديت من الصغار ويا مع عباد بكت معنا الناس بكت معنا امهاتهم فهمني ترى تبكي امك نهار اخر تبكي عليك لا ولا ما عم بالك بحد امشي غادي برا امشي غادي برا يا وسخ غادي يا وسخ نتاعك امشي غادي وسخ في البحر ثم حوت غادي كان هنا ثم وسخ غاديك ثم ياكلك الخرج غاديك ما يخلي فيك شيء قال وسخ برا امشي غادي يا دي برا امشي غادي ماك تحب تحرق ولا هي وري روحك انت عوام خويا برا احرق هاي هاويني فرنسا قدامك برا وريني اش عندك قال اش قف وحرق مزعيم كان في الفيس هنا ما عندوش الخوف عنيف ومذاربي صاحب مشاكل مؤمن 16 سنة خرج من القراية بطلو مغرور غرو زينو بونيتو والبوكس اللي ترينه بيهي بيهي ها بزليزة عليه ميدة معلم حياته سرقة وبركاجات وعرك شوارع يحب يلبس كان السنين اي تفاعل واحد ما يخوش كلام ام بوبو كاو شنيا كاو يعمل كان اللي في مخه تعبنا تعبنا من برشا يعمل في برشا مشاكل مع الناس ديما تقنقين عصبية ما تعطين تعليم يضرب الحجار في الشارع تو روحت نكلمه في الدار بعدني راني نضربه كرن نعمل له البو ديما يسيس فيه والام تحسره وتقنقن عليه وشي ما فاد معاه بون ما يسمعنيش كلام ما يقوليش كلام خلاص يمين السلام سوق بالقطعة بالقطعة يا صوفيا وضعية صعيبة وحالة معقدة شخصيته قوية ومش سهل التأثير فيه تي وينك الله وجع عليك نهارك يا برا برا نمشي تي يا ما تي ايش يا ما حكي حول التأثير من هو صغير كان محلاه قراي على روحه ومدلل برشا اللي يطلبوا ياخذوا علاقته قوية بوه عطيته المفاتح قلت له برا اخدم على روحك اخدم على روحك وحاسبني فهمت وخو شهرية أخدم في رزق بوك معناها فهمت باش نحبه يبعد لي على الخلط بوه قص عليه المصروف الشي اللي خلاه يفكر يحقق أهدافه ويدبر مصروفه ويفرض روحه بالعنف
أم غادي بدأت حكايته مع البركاجات والسرقة والخلطة الخايبة. فعلا حتى نشوف حاجة ونسكت ونشوف حاجة ونعاونته ونخبي عليه ولا انت هو قاعد يتمادى وتعبني تعبني برشا. ولات حياته كلها مشاكل مع الحاكم ومع العائلة ومع الشارع ومع الجيران. مسكت أهمي فيش كون يستنى وصحابته زعمة ها؟ أخذوا شي عمل شان 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 كيفيش فكره تليفون؟ كيف جدو اللي فات لك؟ جد قدام ده لي 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 يخرج من غير ما يهز تليفونه لا يجاوبهم حتى كي يطلبوه ولا يعرفوه حتى وين مشى ومع شكون مشى. الشيء هذا صعب الحكاية على محرز في بداية مهمته وخلاه يترصد مؤمن ويلوج عليه من بقعة لبقعة باش يبدأ معاه البرنامج. وانت وين في الكوليج؟ انا قدام الكوليج. اخرج اخرج اي اخرج اخرج انا قدام الليسين. وما عادش ينجم يقعد في الدار، اغلب الاوقات في السطح ولا بيت البرة. تي وينك اللوج عليك نهار كامل؟ برا 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 نمشي. تي يا مؤمن تيجا يا ما يا ماما تيجا. مرحبا سي شبيه. وين كنت؟ لهنا في الحومه. وين لهنا في الحومه؟ درت الحومه الكل وانت ما فهميش. ايه قلت لهنا مع الوليد. انا هم الوليد يا ما كنت لهنا في الحومه. انا الحومه شنو علاش هكا في بالك؟ شحال نستنوا فيك؟ ديما القهوه لهو يا ما. في بالكش ناس تستنى فيك ونطلبوا نعاودوا تليفونك مسكر ونتلف الحكاية؟ تاع شهر. وقتاش تبطل الحكاية هذي؟ شنية اللي غالبة ما؟ كاو شنية هكا هاو؟ فاهم هذي كلمة هكا هاو شنية معناتها؟ ماكش تغزل بابا كيفية من الصباح وحشمت والناس تستنى وانت تتلف والتليفون مسكر وهاني هنا هاني في الدورة هاك ما فهميش لا هنا لا في الدور. ايه تلهيد فيش تلهيد؟ تلهيد مع تريد مع الوليد في الحومة وليد حومة تصحاب؟ أنا وليد حومتك مو متصاحب كان للمسخ أنت تخالط كان في الخلط اللي ماهيش باهي الكل ولي أكبر منك. جيران تسمع يا أخي سمعوا العالم الكل. ما هاني جي جو ليه ديما تقنقين على الصبية وديما راجل تتقوى على الأسفل ملكة ها؟ فاجل هناك تبرك بالعباد تضف البنات ها؟ لا ولي انجوليتك عاد امشي تباش تعبد مينيش فيه اخذ مينيش اخذ اخذ ما مستفزك انا تو كيف تريح اخذ امشي اخذ اخذ موريدك ولي شجعك ولي شجعك صاحبي اخذ امشي دافع عراك دافع دافع عراك تمشي هيا صاحبي اخذ وبدا يفهم اللي القوة باهية والبوكس باهي لكن كنوظفوه في بقعته مش كنتبقوه على العباد ونعملوا به مشاكل وعرك في الشارع. لكن لازم ضربة شوك وتمرين صادم يخلي مؤمن يقول هاك النهار وهذا نهار وينسى البركاجات والعرك. مال عمودي كيش فيك يا دعايتك حاك خلني فيك رأيك تسمع فيه ايه يا بسم الله وين؟ 105 علاش؟ 105 وين؟ 105 تاخذ يعني تليفون وين؟ شنو التليفون؟ هاك فهمت جبتها رجله واحده. اي دراني براك في ميساج هنا ميساج هذه تبراك ها؟ كنا ندعو ما شعبيه راه صاحبي هذه تليفون شنو؟ ايه ميساج هاك دي فكيدو هاو تفك بيدقيق انا عندي اللي بتحكي معكم برج بلاير من عرب صوت حيطه ولد هما شعبيه وزيه انا بينا راني ما عندي حتى فرق ذي بتبيع
وهاني تو مسرش عليه وتوني ماشي لك الشكل هذيك تفضلي مشكل ما راني اسمع صاحبي تو انت يا زهرتي انت اللي بوخ انا مش احنا صاحبي صاحبي ما تطولش خلينا نمشي سد واحد والحومة شعبية وما تسدش واحد يا ودي سايب علاش نطولوا فيه صاحبي طولت ياسر راك انت هكا ما نحبوش نستعملوا معك لغة خايبة اعطينا تليفون وبرا نمشي خلينا نمشيو برجل يمشي يا ودي يا يا لا حتى تنمد لك تليفون يا ودي ليه خلينا نحي منه البيوس بيوس هكا يا اخي نحي منه البيوس بيوس يا بيوس يا بيوس شد شد اه تليفون كامل نحي له السبات كامل نحي له السبات ها ودي يا ريت برمش بر يا مراد ايش يجمن 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 يبرمش ايش بر وردي بك تتحرك تعمل اي مغلط فيه وهذا بر وانا حجر ضربت هذوما تابعين البرنامج ايش انا ها وين ايش ايش سايب انا ضربتني به تبركيته هذيك ها تبركوك انا هذيك جو بي كبيره صغيره انا جو بي يو 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 ها بزليزه عليه مد معلم ها شد عشيري ما عبيش تتلعب انت قد ناحف البيوس ترجع فيها شد سايبة رأسها صحيح ما تسمع كلام حد لا تحترم لا كبير ولا صغير تنصح فيا وين ما تحاسبنيش ما هي عمرها 21 سنة خرجت من القراية بطالة ومن غير خدمة ما تفكر كيف باش تعيش وكيفاش تعيش هي تتلكش عليها برشا تتلكش عليها برشا في الدنيا هذه تتلكش راه ولا هي جات خويا ولا تتلكش عليها برشا نفس موقفها من بوها من خوها رافضتهم ورافضة دخلهم في حياتها تولت قعدت 5 سنين ما تكلمتش من ضرب هذاك نتاع بابا كل شيء رجعني يعني تولت بارتوبات تولت ما تكلمش باش نطول عليه صارت لي جاست معاه فما بون هما ولاد ديما بحذاه فهمتني يعمل هما ولاد الحومة ونعرفهم انا صحاب خويا ويعرفوني معناها ما بويس خاطر بيت الحومة هذيك مدلة معناها فهمتني بابا هبط خليني بحذاهم وهبط فهمتني حبوا يتعديوا علي معناها هبطت معناها مرفوضة ديجا لما منك انت ومن بوها انا جيتني كي شوك حتى امي معاش نكلمها معناها ما نقولها شكونك ما وصلت سيئة معناها شبيك بابا راه ما هيش فهمة روحها وما همش فهمينها ما هي مأيسة من كل شيء عايشة حياتها من غير هدف وبلا معنى ما كان قدامها حتى حل غير أنها تتخلص من خوها وتدخله الحبس هو مش على خطر الضرب هو خطر نادر خويا ديما عنده كلمة يقولها لي يقول لي عملت العار وباش نقتلك وندخل عليك الحبس قلت هذا اللي بيك معناها مشيت للمركز أنا نعرف اللي خويا عنده زطلة ونعرف اللي خويا أبار الجمرك هذيك عنده أمور في الحكاية هذيك عملت هيك مشيت للمركز قلت لهم لو فما زوج كيلو زطلة في الدهن
أما برصنين تلك الجواج متاع النهار اللي فاتت والخباب هذيك اللي صارت أخطانا منها. هما زوسكي العوزاتلة، أنا نحيت منهم واحدة قسمتها، ما أنا نحيت منهم بلاكة قسمتها، خليتها شطار وشطار الآخر، شطار الآخر قصيت الربع، ربع متاعه كيفته نهار كامل. معناها افهم انت واحد متكيف ربعه ماشي اللي تعبت وفاتيت وتخنقت وصلت خلال مش نقطة روحي جملان زعما ما نخممش نهار اللي باش يخرج خويا شنو مصيري. لا انا حتى كي قريت في سوسه ما عملتش الخباب هذوما راه لا لا عملت قبيله برك، مشيت عملت عرض للجمهوريه قلت له راي نتاعي اني طاطله ونادر خويا ما عنده حتى دخل وتوقفت على جمعه وروحت. مانيش نادم ها مانيش نادم بربك والله. تصور كان الله لا يقدر راك مشيت في الهاويه معناها ما نسالش تقول لي انت مانيش نادمه دونك مازلت متماديه. مها 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 مش فاقة فيق مليح تا هاك قوم هليك كان سطل عربي معبي بالماء هاي فقط توا شنو تحس؟ ها؟ شبيني؟ طبعا؟ نس عليك؟ فقط طول هاي قوم 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 يسلحني قوم طيب لازمها واحد يخ قوم مها هاي قوم 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 هاي توا توا فايقة؟ توا ها؟ توا فين كنت البارح؟ فين كنت البارح؟ ما عندي وين كنت في الدار هاي قوم قوم مش نحسب لك حالة ثلاثة ما تقوم مش نعمل لك عملة أخرى خايبة ها؟ دو قوم فيزا قوم قوم فيزا قوم فيزا هاي قوم قوم هاي برا مشي اغسل وجهك وانا نقولك حاجه برا مشي نشف ديجا تغسل هاي يد البيت هذي كلها فرشها بحوايجك بالدنيا الكل هاي تريقلهم وكيف تريقلش شكون معاك صعيب برشا اوكي اسمعني ما تقولش روحك خاطر طفله و والراجل من يعمل حد شيء مع الطفله تو انا مش راك الطفله نشوف فيك عذري انا داكوردو مش نتعامل معاك كيما نتعامل مع راجل واضح كلمتي مش نحكي معاك تريقل بيتك تسيق بيتك تطوي حوايجك نحب بيتك هكا واني موني قدام بيتك ومانيش خارج والله حاسس بالمحلم مع عصام ما نعرفش وين صدقني نبقى معاك نهار كامل انا اليوم ليه انا قاعدين بالصباح خطر عليه تنجمش لازم تحس اللي تحس فيه امك ما نجمش لا تنجم اجي هوني ما نجمش يا والله من نجم اجي هوني كلام فيك اجي ليه والله ما نجم والله ما نجم كيف يرى ايش بيه امك نجمت عندها شيء امي هذيك انا لا انت مش نجم انت حس روحك انت حس روحك انت ام لا العب دور الام انت مش تخمس دور امك ده خمس دور امك انت حس روحك انت نورمال يا امي تو نورمال نورمال تو بنتك مروحه قبل الليل تو حشمتني قدام العباد نورمال كلمها يا امي كلمها احكي معاها عملت لي فضايح راهو بين اصحابي نورمال شدنا ذبحت خليها كلمها يكلمها يا امي احكي معاها احكي معاها هذا اخوك نادر احكي معاها احكي معاها ولدك نادر هذا ولدك نادر احكي معاها احكي معاها احكي معاها ما تخليش نضربها احكي معاها يا امي كلمها كلمها يا امي كلمها يحكي معاها ما تخليش نغلط معاها قدامك احكي معاها احكي معاها يا امي ما تخلينيش نعمل عملة خايبة يا امي ايش احكي معاها ما تخليش نضربها يا امي ايش احكي معاها احكي معاها يا امي احكي معاها يا امي ما تخلينيش نعمل عمله خايبه قدامك احكي معاها يا امي احكي معاها قلت لك احكي معاها ما تخلينيش تغش عليها يا امي احكي معاها انت احكي معاها احكي معاها احكي معاها ما تخلينيش نغلط معاها احكي معاها ما نجمش احكي معاها
شكون هذاك؟ والله ما نجم. بيجاوب. ناخذ التجي هذيا باش تكملها الاخر. منيح والله ما نجم نعملها. أخزر. لا لا حاول. فيها حتى شيره. ما نجمش. في مصلحتك. ما نجمش. تعرف علاش تقلقت انت؟ تعرف تقلقت ولا خاطر انت حسيت بامك؟ تعرفش تقلقت انت ولا خاطر انت حسيت بخوك؟ خوك اللي موجود تو في الحبس ما ينجمش يتبعك. ما عندكش راجل في الدار. قلت حطيت روحك انت في بلاصة امك، عرفت امك قداش تعاني من جرتك ودموعك تو اللي قاعده تبكي انت توا. هو اعتراف بالذنب ودموعك اللي قاعد تهبط تو هي اكبر دليل انت حسيت بذنب كبير في حق امك وفي حق اخوك وفي حق روحك زاد. صحيح ولا مش صحيح؟ على ذيك انت ما حبيتش تقمص شخصيه امك، تعرف روحك انت غلطة مع امك وجرحت امك وتعبت امك. ايه نحبك تبكي، نحبك تبكي جنان. ايه نحبك تبكي ميسيش عبر ميسيش كي تبكي تتفرهد. ايه هون اوكي نحبك تبكي ميسيش خرج لي عندك. تعال تتفرهد، تعال تبني شخصية جديدة. هيك هو سيم. لا اقعد اقعد سيم سيم كنتش قاعد نستعمل معك في القوة أنا تو. باهي سيم. قاعد نحكي معك اقعد اقعد احسبني كأخوك، أنا أخوك تو. احسبني أنا أخوك نادر. نتيجة غير متوقعة وتمرين صادم المهاء. الشيء اللي خليها تنهار بالبكاء. ورصات الكريم يهدي فيها وعصام يهدي في أمها. قلتك لي متوين نسيت نسيت نسيت. تعداو للسؤال الثاني تو تلمك الخيط على الكبه على ايدي تمشي بحذا التقوى ايه وتعاود الكلام اللي قالته على السؤال الثاني تاع الهدف من الحياه. بازي هاي التقوى قالت اللي بلا عاود لي سؤال عصام نسيت السؤال الثاني هو الهدف من الهدف من الحياه. تقوى اش قالت على الهدف من الحياه؟ الهدف من الحياة هو أنك تلقى أوبجيكتيف في حياتك وأنه معناها نطمح باش نعمل نطمح للحاجة اللي نحب أني نعملها. لا لا ما قلتش هاي عادي اللي بعد تدور قال محرز على الهدف من حياتي. ركز. اللي بعده. اللي بعده.
حسيت انت شنو قلت؟ أقعد أقعد نسيت ها؟ أما كي تفرض روحك أنت بأخلاقك وبتربيتك وبشخصيتك وبطيبة قلبك العباد كلها تحبك، العباد كلها تحبك تولي كل عودة ذي معاش حتى حد نجم يكسرك، خد الناس كلها تبدأ يد في اليد والناس كلها مجموعة مع بعضها حتى حد من نجم يفرق ما بيناتهم، كما العودة ذي حتى حد من نجم يفرقهم حتى أنا من نجمش نكسرها، فهمني ولا فهمنيش؟ أنا أحبك فصل المجموعة ما نجمش، هذه هي المجموعة أنت تفرض روحك بقوة شخصيتك، تفرض روحك كي تبدل طبيعتك تولي الناس كلها تحبك، كي تبدل طبيعتك تولي أمك تعطي فيك ثقة، كي تبدل طبيعتك أخوالك زاد ولا يحبوك قبل ما تخرج من الدار ولا تمشي أي واحد تمشي تشاور أمك، تشاور أخوالك، تشاورهم مش عاملين لا تشاورهم، تشاورهم لا لا تشاورهم، تدخل في وسط المجموعة تشاورهم، تعمل أصحاب باهين، أصحاب السول يهزوا فيك السهريات والخرجات والحكايات الفارغة، ما همش أصحاب هذوكم، هذوكم يكسروا لك النفسية متاعك كيما هك، كي تحط روحك في وسط المجموعة وتعرف كيفاش تختار أصحابك ما تتكسرش. طبيعته كاسحة، إنسان غامض وعنيف، نبيل 21 سنة، بطال وما عنده ما يعمل، ما يحبش يخدم، يحب اللقمة الباردة، ومسيطر على تفكيره الخروج لبرا. إيه تمشي الحبس وتقوم على عائلتك؟ مشاكلي وكل يوم يعمل حكاية، شد الحبس عام وشهرين وتوقف مرة مدة أسبوع في جرة لبنان. ساعدني نمشي الحبس خير. يا سخطر أنا جاي على مصلحتك. ومن اللي شد الحبس أمه النوم ما ترقدوش. السبيتار تصور مش نمشي نعمل عملية وسهلية ما حبش نمشي نعمل عملية. قصمة غير ما تصور والله. ليه قسما بالله ما تعمل حتى حيوان. والله مش لازم. والله مراوح. إيه تحلف أخ تحلف علينا والله مراوح. انت شنو شفت من الدنيا؟ يخرج وما يعرفوش عليه شيء، وين يمشي ولا في نيبات لا عنده بورتابل ولا يقول لهم صحيح. شنو هو توا عم حبيب توا؟ سامحني غلط، لا سامحني غلط. متقلق من بوه يحكي برشا، ومن خرنين امه عليه، وقلق حتى من روحه. يعرف روحه مقصر، ومتعب امه وبوه معاه، اما زايد على قدامه. كنت تخدم في مخك على عائلتك وعلى اصحابك وعلى الناس الكل، حتى في الاكزرسيس هذي خدمت مخك. البو حار معاه وجرب الطرق الكل والنفع عنه، والام ما هيش عارفه اش تعمل. يا امان نحلف عليك محارب باش انتي الصباح قبل ما تجي. راني قمت قلت لي راني باش نرقد وجي عمل ليش حكيتك سطل الماء ولا شنو كبر يسال الماء. قلت لي مش نقوم بكري نسبقهم خي بعضهم للي هنا حتى برا واحد نشبيه شبيك وحالة انت معاه مشيت تو طفل روح على روح هي طفل روح مال علاش تحكي لي تعملي الزعوين باش تردني انا سربق وتردني انا فيش 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 مال هي نحكي ونورمال جاوبني تعملي الزعوين والدار انا في بوشوشة وقتها نكشف المقارونة تعمل الزعوين والدار ها هدي نحكي على ليلتها انا صارت لفيك هيزا لي أشوف هيزا للطفلة غريب مدافيون يعني كومبلكسية انتي خدام العبيد يعني كده تهز تليفون عادي تكلم صار له يعني كاني في القهوة يعني جيش دبرت فلوس
كما العاده فهمت كيفاه خلك والله انا يعني قدمت 50000 تمام لك يا تاه فهمت كيف قدمنا باهي يجي برك انت قاعدين يخدموا على باش ضربتيني نقول لهم قص انا حاجة عادية يعني شبيك شبيك حاجة عادية راني نسألك جاوبني مارش نين أنا راني صاحبك تحب نعاونك من الآخر أنا غارق في حكايات غارق فيهم الحمد لله يا رب يعني العمر فات كيما قلنا مازلت صغير مش العمر فات أما أنت تصغلها ال 21 مثلا أنت ال 21 نتاعك تو في السيفيل وكذا أنا 21 أنا في 18 و 19 و 20 و 21 و 22 في الحبس باهي الخمسة سنين هذوما أنا ما عملت فيهم شيء قاعد في الحبس ناكل ونشرب راقد وتحت مسلوب الحرية أرقد قوم بالوقت تاكل بالوقت تخرج بالوقت تدخل بالوقت تدوش بالوقت أنت تو عندك ال 21 و 22 و 23 و 24 و 25 هذوما تم فيهم حل في حياتك مثلا تنقذ روحك نفسك البول الصعيب اللي كلمته ما تتكسرش صعبت البول صعبت البول الصعيب اللي كلمته ما تتكسرش انت بول ماكش صعيب وكلمتك قاعده تتكسر انت بول ماكش صعيب وكلمتك قاعده تتكسر هذه لازم تقتنع بها هذه لازم تقتنع بها انا تعبت راني تعبت في جرحه برشا تعبت النوم ما رقدتش وقت التشد للتو قاعد ريت حتى دارنا ما عادش نحب نمشي لها ريت اختي ريت ما عادش ماذا بيا ما نمشيش حتى لبلاصة على خاطرها وين قلت ترجع حاجة تو تصير حاجة السبيطار تصور باش نمشي نعمل عملية وسهي ما حبيتش نمشي نعمل العملية علاش ما مشيتش؟ من خاطر كيما قلت يعمل مشكلة ولا حاجة ليه نمشي تربط في الحبس خاطر قعد دخل عملية في المشاكل ما نمشي قلت يعمل مشكلة ولا حاجة اصبر أيها معناه انت ما تحبش تعمل عمليه باش ما تبعدش على ولدك هذا ما خايف قلت له يعمل مشكله ولا حاجه ويلزمني نحضر لهان تقليد الاصوات وحركات الحيوانات من اهم التمارين تنمي القدره على الشعور بالاخر اما نبيل رافض قطعي انه يقوم به كلاب مثلا مثلاً شنو الكليب اللي تحبه؟ أبيض جي بيض ستاف أكيد نجد تقلد لي واحد معناه كيفاش شنو هذا؟ قلد لي البيض ولا البرجي ولا درجنا بيك ليش ما قلد هون؟ تقلد أخي البيض ما يمشي أكل أكل ما أكل يمشي قلد بيك ليش قلد لك بيض كيفاش؟ أي نورمال نجربتهم مع بعضنا نعملها هذي ما قلدوش ليه قلد بيض هذا؟ ميسالش ما فيها بيس نحن هادي ما قلدوش ني قلد بيك يا دي اخي عادي ما نبش جسدنا بيد انا عادية الحكاية ما نسال على الاخ هادي مش قلد حيوان شنو المشكل هادي ما قلدوش حيوان علاش ما تقلدش حيوان هكيك علاش قلد فيه مجبري ما قلتلكش قلد لي بهيم مثلا تفرجش في ضاعت محروس ما تقوليش زاد ما تفرش من غير تضرب في اللغه يا خويا قلد لي الحكي ادينا شلي حكيم الحكيم هذاك كلبي هذاك يقلدون اللي ما قلدوش كيفاش يمشي له بك كيفاش يمشي بركة هذه ناسي شنو كيفاش يمشي بك كيفاش يتكلم كيفاش يقوى شنو هي تو هذه حكايه محرز هذه مش قلدو اش بيه والله دخل قاعد ساعه اش بيه عاد يبقى واخذ معناها انت ما تحبش تختار الطريق الصحيح في حياتك والله خير انت تحب تمشي انت تحب اسمعني شوف ما علاش نفهم سامحني انا حاجتي بك باش تعثر فيهم هذوما انا حاجتي بنبيل يتعثر فيهم لي زوبستاك هذوما اما خير نتعثر ولا ما نتعثرش لا تتعثر وتقوم وتكمل انا حاجتي بك باش تعثر انا حاجتي بك باش تطيح خاطر هذوك دي زيكسبيريونس هذوك هذوك باش يعلموك كيفاش تفيق على روحك يعلموك كيفاش تتعثر تعرف كيفاش تقوم وتكمل باش توصل هوني انا باش وصلت هوني هذي تعثرت فيهم الكل انا اما انت تفركس على اللقمه السهله وتفركس كان على الطريق السهل ما تحبش الطريق الصعيب
نقول لك اقف مع ابوك مع امك مع اخواتك راهم قاعدين يبكيوا عليك. تقول لي لا صاحبي خير اللي في الحبس. لا لازمني ندخل الحبس نخلع على صاحبي خاطر هو تخلى على خاطري الحبس. انت مش تحبش تخوض تجارب في حياتك، انت انت تعشق حاجه اسمها الانحراف وكل زم الاجرام. فازي حلسك انت هذه من انا ما نضربش بيه الحديد. حلسك انت ما نضربش بيه انا انا كنت نشوف تضرب بيه راني حليت الحديد وراني عملت لك شبشنا ما نضربش بيه حد وتحتي انا كيك حتى كحك انت على ما انت شنو عامل انا نتاع مشكله نتاع اي موضوع انا ما نضربش بيه الحديد جنب نجم طايحوا على الحديد نتاعك هذاك. اي انا حرش بيه نحبك تضربني بيه انا كنت نعرف نحبك تضربني بيه انا نحبك تضربني بيه ما تعرفش حتى تشدو انت تعرفش حتى تشد دي لحظه طبيعي دي مكسوره يا عصام زي او يا لي يدي يدي مكسوره يا عصام شو يدك مكسوره يا عصام ها لحظه قص قص انا قص نتاعك قص تصوير ما تصور يا سيدي نحكي وكي انا عجبتني البوزيشن هذه هاي جبتك بس هاي حاول اخش بي بعد لا بعد عليك تعمل عركه في الشارع انت مع المجرمه وتضرب الحديد تقول له بعد لحظه احكي معايا والله تسكر انا نفسي صح لا باش توعدني صعب برشا حاجات شنو هذاك الكلام؟ هاي تتسكر الله ينفس لحظة والله ما تديش تموت كان انت راسك صحيح ومهبول انا مهبول اكثر منك وراسي اصح منك داكوردو والله وربي حبك تحت ما بين يدي والله يقسم بالله تسكر الله ينفس بالراس ما يقفل خلي تسكر نفس انت سكرت نفس على ابوك وامك امك هبط لها دموعها فهمني؟ وانت تخنقت شويه ما تنجمش تحملها ماك قويه وباندي وعاد تعمل ونعمل ونعمل مش باندي شكون قال لك نعمل باندي مش شنو باندي شنو الحجامه هذه وشنو السكاكه تحتك وشنو الشم هذا شنو شنو الدراغ وتكيف وزطله وسكاكن وعارك وشارع شنو الدراغ نتاع شنو بيقف لحظه ماكش واقف احكي معايا ساعه انت كيما نجمش نحكي لا مش تحكي معايا وتقعدني هوني انت حياتك كل ديما تحب روحك في مصدر القوه انا نحبك تحكي معايا وانت في مصدر الضعف لا كوردو لا تحكي هكا لا والله لا انا نحب هكا اسمك الناموس اللي عندك هذاك وقرن اللي عندك نحب نحيولك انا قلت لك يا اخوك انت تحبش تقتنع لي انا كي اخوك انا جاي هوني على مصلحتك يا سخط راني جاي على مصلحتك هذه بيه لحظه جاي على مصلحتك خلي تنفس لحظه جاي على مصلحتك تكلم خلي تنفس ماكش متنفس هذه ما نجمش نحكي تنجم تحكي هكا ولا تسكر على نفس هكا تحكي معي ها نبدل بوزيشن اخرى تحب نخنقك فيها هادي ليه اخي كي غادي تنفس نبدلك بوزيشن اخرى نبدل هادي باش نحكي تقول انا بدلتك بوزيشن اخرى هاي تكلم تو تكلم هاي يخسر على تمشي كي كل بي... يحكي تو معي هادي لحظه احكي معي احكي معي انا رخفنا تو يحكي تكلم هادي خنقت تو كي باش نحكي تكلم هاي صعب انا رخفت عليك هاي صعب مرخوف هاي باش نحكي توعدني هذي بيت خلاقت انا حاب نسمع كلام حلو انا تو كلام حلو اي كيف حاب نسمع كلام حلو يفرحني ويفرح بوك ويفرح امك and i can smile and i can tell you when you're right that you're nothing and i'm everything ما نحبش نموت من داخل ونقعد البرة نمشي وناكل ونشرب ما عينيش أتمنى كان نجم نعمل كل شيء في فرد وقت نكون exception really exception that I make something I really want شفتك قاعدة على شط البحر فوق الرملة زهوانية خطفتي عقلي وما قدرت نصبر وبديت نملك بشوية فرج ربي ونحشك اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته عيد عليا استنى استنى مستحيل كان نجم نبدلك انت ولا امي من حياتي مستحيل حبة تعبر على الفامي نتاعها تخرج لي عندها الله يبارك ابا ابا اخي ما قلتليش ما صبحش عليها جملة كم نصبح عليك الاولى صباح الخير بنيتي ابا 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 بالله أخي بالحق مش تمشي تعمل عمرة مع أمي تحبش تجي معي يا أخي مالتش تمتوكر شو صار فيها المرة الأخرى نمشي مع بعضنا أيوة نمشي مع بعضنا
ثم حاجة حبك تعملها محرز. تفضل. أقوله حب مومون توا تعبوه متقلق على بنته ويحب يعبر لها الحب نتاعها. علاش الحاجة اللي نحب نعملها ديما ما تخدلينيش؟ شكون المرة اللي خدت بخاطرك ومرة اللي خدت بخاطري أنا بوك؟ بيسمي هي المرة اللي خدت فيها بخاطري؟ من ناخد بخاطري؟ حتى لو خدت عمرك 22 ما ناخد بخاطري؟ كان في الفلوس تاخد في خاطر في حاجة أخرى لا؟ لا تحديك في الصغرى نجيب لك في الحليب في الكرواسون بيت في ديال ما نرقدش كي تبديتي وتقلبي ما يجينيش الأمنة تنمشي هي ما كاينش بها بنتي هكاك كيخي ما تسرش روحكم مش بيها بنتك هكاكا يا خي ما هو كل حاجة عندها سبب كي انتي شدك كريز وما تاكلش انا بدي فرحان بيه والحال فرحان شحال في يدي كانت تفرحني انا وتفرح روحي وتخرج من اللي انتي فيه اخي علاش الحل بيدي وهو اي حل نعطيه لكم ما يعجبكمش نمشي نتوضا نصلي ركعتين عدالك بالخير تيتي باش تدعي عليا بالخير في الحالة الكل ما يعطيكش قلبكم مستحيل كان نجم نبدلك انت ولا امي من حياتي مستحيل شخصية قوية وغير عادية تحب تعمل كل شيء تحب تكون استثناء نور الهدى 21 سنة من عقارب ولاية صفاقس حاجة طبيعة عادي حاجة مش توصل تصور حتى اجتياء خليقة اللي يصورها رب سبحانه وتعالى اني بدي نرفضها ما نقبليش استبسني ترفض تعيش كما عايشين عائلتها وكما يعيشوا الناس ترى في مخها مش كيفهم ونظرتها للحياة مش كما نظرتهم يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني المحبة ولا الضغط ولا رغم اللي كانت ممتازة في قرايتها كل أستاذ يقرر يتمنى تتخصص في المادة متاعه نور الهدى بالسيف كملت الباك من غير ما هتسلم I was happy in the haze of a drunken hour but heaven knows I'm miserable now I was looking for a job and then I found a job but then I found myself again facing the whole thing from the start يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني
مستحيل كان نجم نبدلك انت ولا امي من حياتي، مستحيل. وانت تعرف اللي حتى كي تبدا عندي حاجه في الدار ولا في الشارع انت اول واحد يسمع بها. عمري ما عملت حاجه وانت ما في بالكش بها ولا ما ولا حاجه بصيف عليك. اللي خليني اكبر حاجه نحبها في حياتي بطلت مش عملت على خاطر انت ما حبيتهاش. والله نحبك برشا يا بابا. عصام يعرف اللي نور تحب الكونغ فو وقرر باش يعمل معاها شويه تمارين نتاع غولاكساسيون ديتونت. لا يحترم لا أمه لا أبوه، عنيف في كلامه وفي سلوكه. آمر 16 سنة، مراهق عايش حياة غير عادية. صاحب إعاقة تقصت سقيه بعد ما مرض بمرض مش معروف، ومن وقتها تبدلت حياته ما عادش قبلها. أول حاجة صح هو كيف مرض مرض، هو مشى 3 أشهر راكها ومشى على ساقيه، معناها مشى وجرى بعد جست معناها دوب البدا معناها يمشي مرض، معناها الفترة اللي صغير باش يتحرك فيها وباش هو ساعتها ما نجمش ما يتحركش، معناها ديما لعب لا لعب كيف أصحابه ولا عنده شوية عنف. انا حتى في خلال الرسومات وعامل له البوم في رسومات نتاع السنوات الاولى تحس العنف، سواء في الجريماس نتاع الوجه، سواء كان في الالوان اللي استعملها، يستعمل الوان داكن في الرسومات نتاعو، تحس ان امر عنيف. انا العنف نتاعو نفهمه علاش عنيف، لانه ما يتحركش ما يجريش ما يفتقش مواهبه، وعنده طاقه زايده لازم يخرجها ما يخرجهاش، دونك العنف باش يخرجه فيربال. يا آمر 7:15 فيق بكري قاعد عايش ولدي، قاعد مليشتني يا صباح، قاعد كل نهار تعمل ياك قاعد عايش ولدي. يا آمر 7:15 دخل زمان قاعد عايش ولدي، انا ما قاعد تعمل بكري تلبس دمشك قاعد عايش ولدي، تجي كل يوم هكا يا آمر عايش ولدي بالك فيك يعني نلبس هاي فيق يا آمر توا ثالث مرة عايش ولدي بالك فيك قاعد عايش ولدي، دي كل يوم هيك تعمل هيك يا عايشك شبيك قاعد عايش ولدي مانيش شبيك مانيش ماشي لا مش تمشي ليه ها علاش مانيش ماشي قول يا خويا علاش عم نقرك علاش ما نحبش لا لا مش كل صباح تعمل معك كل يوم هيك علاش عملت ما يحبش يمشي للقرايه، منزوي في بيته في قطيعه تامه مع والديه واخواته والدنيا، حياته الكل في الاستوديو نتاعو. امر ما يحبش شكون يسخف عليه ويساعده، ورافض الخروج بالكرسي المتحرك، وهذا يأثر على دراسته ونجاحه في الحياة، رغم اللي في الدنيا برشا أمثل النجاحات وأسماء لامعة ذكرهم التاريخ وهم أصحاب إعاقة أمثال روزفلت وبيتهوفن وغيرهم. باش نبدأ لك بروزفلت رئيس كل شيء في القراية كل شيء في القراية بالحق هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت يقول أمريكا مش أي دولة معناها
رئيس احكمها رئيس في يوم من الايام كان معاق فهمني، وكان معناه بكرسي يتحرك وقالي بوك معناه مش تو بتفرش. They called the actor's mask of his face Mr. Roosevelt's. أمه تبكي عليه وهو يضحك، تتكيف قدامهم وكلامه، شنو تتكيف قدامهم؟ ريتو هذا، ريتو هذا، أنا ما عادش نحب نشوفه هذا، ريت والدي هذا، أنا ما عادش نحب نشوف والدي. تاخذوا جايب عندك بسبيك، ليه جايب عندك بسبيك؟ خاطر أنت في بالك بروحك، معناه أنت توا مستبندي على العباد، في بالك بروحك قوي. ليه يا أخوي؟ لازم تقدر ساعة شكون أكبر منك ساعة. وتحترم والديك. ماما تبكي قدامي كنت تضحك. ما كلمتيش بس أنا تبكي. ولا يبي. أنت حاسة عليك هي. أول حاجة دور، دور وأحكي معاهم. يسلم. هاي أحكي معاهم. شنو أحكي معاهم؟ أحكي معاهم ما يهمنيش. برنامج 15-25 كذا بنسانك أولا ساعة اسمه حلو ويناسبنا تماما، لأنه بالحق الشباب تونس اليوم يستحق أنه فما برامج تلفزية وإعلامية تتلهى مشاكله تتلهى بمشاغله كما تعملتون بالضبط، وتتلهى كذلك ما ينجزه الشباب تونس. برامج من نوعك هي برامج في اعتقادي مسألة هي مهمة ومغامرة في نفس الوقت، وإحنا على استعداد تام باش نسندوكم ونعينوكم في هالمهمة وفي هالمغامرة.